وجودك معانا ربنا النهارده، يخليك. ولكن انا هبدا سخن النهارده، يعني لانه زي ما اتفقنا او زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل دخولنا للحلقه، هناك عتاب وزعل لكابتن وليد صلاح الدين من قبل كل او معظم جمهور النادي الاهلي، او على الاقل الناس اللي بتبعت لنا. حضرتك قلت لي ان لا، في ناس بتبعت لك بتقول لك كلام كويس وكده، لكن في نفس الوقت احنا تقريبا جايلنا على هاشتاج اسال وليد صلاح اسئله كتيره جدا. تحب ناخد من اسئله الجمهور ولا تحب ناخد من نبدا بالاسئله بتاعتنا زي ما انت عايز؟ انا عايزك النهارده تقول، لانه انت في الاول قلت لي برضو واحنا داخلين قلت لي كلمه مهمه جدا، يعني قلت لي جمهور الاهلي يؤمر. طبعا. فعايزين نعرف ايه الموضوع، وعايزين نتكلم مع حضرتك بمنتهى الصراحه وبمنتهى الاريحيه. خليني قبل ما نبتدي اسئله اسلام، أأكد لك إن أنا صممت إن أنا يكون الكلام ده، طالما عتاب، وعتاب العتاب دايما بيبقى على قدر المحبة. بالظبط. وده بيتي، يعني أنا اتربيت هنا، اتربيت في النادي الأهلي، دخلت النادي الأهلي وأنا عندي 10 سنين أو 11 سنة، تميت من يومين ثلاثة 48 سنة. سلام، أنت طيب؟ أنت طيب. 48 كويس. فبقالي 38 سنة عمر ما في مرة جماهير النادي الأهلي زعلت مني. فانا 38 سنه عمري ما زعلت جماهير النادي الاهلي، مش ممكن اجي ازعلها دلوقتي. انا صممت ان يكون الكلام ده هنا في بيتي في قناه النادي الاهلي. مظبوط. كنت اقدر اقول الكلام ده في القناه اللي انا بشتغل فيها او في اي قناه، لكن صممت ان اولا يكون الحديث، طالما هو حديث عتاب بين جماهير النادي الاهلي وليهم عتاب عليا، فانا صممت ان يكون الحديث هنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا بطبعي ما بتابعش السوشيال ميديا، انا ما عنديش ولا فيسبوك ولا تويتر ولا انستجرام ولا اي حاجه خالص. انا عندي قناعه بس، بدخل اجيب المعلومه واطلع، يعني فيسبوك لو عايز حتى تعرف معلومة مش هتلاقي ولا. مش باسمي، يعني اسمه مختلف، بدخل اجيب المعلومه واطلع اشوف طرق اللعب. ايه الاسم المختلف؟ هبقوله لك بعد الحلقه. بس هي الفكره ان انا مش متابع خالص السوشيال ميديا، علشان وجهه نظري، عشان ما اتاثرش بكلام اي حد، وفي نفس الوقت ابقى بعامل ضميري. تمام. اللي حصل ان انا متابع بقالي فتره كده كم حد من جماهير النادي الاهلي ومن اصحابي بيقولوا لي جمهور الاهلي زعلان منك. مظبوط. فانا قلت لا، ده جمهور الاهلي ازاي زعلان مني؟ جمهور الاهلي زعلان مني انا ازاي؟ فايه انا لازم اجي اوضح لجمهور النادي الاهلي، لو في سوء تفاهم، او حتى لو هم واخدين وجهه نظري غلط. تمام. لو لقيت نفسك غلطان هيحصل ايه؟ يعني ما كل لو انا غلطان هقول ان انا غلطان، وكلنا بنغلط. لا، ما هو ده مهم جدا. يعني ما هو ده المهم، لان كلنا بنغلط. الفكره بقى في ايه؟ الفكره في إيه؟ ان انا كنت جاي. تمام. وبعدين اتفقت مع الدكتور محمد العدل طبعا، ومعاك، وحضرنا الحلقه وتمام. النهارده بقى الصبح لقيت ولادي جايين بيقولوا لي يا بابا ده ناس كتير جدا زعلانه. انا ما بدخلش على السوشيال ميديا. فقلت لهم ازاي؟ قالوا لي ده كابتن اسلام حاطط على صفحته ونازله على الفيس، فكل التعليقات زعلانين منك جدا حقيقي. فانا بصراحه انا جات لي صدمه، يعني انا ما كنتش اتخيل. انا برضو علشان ما بدخلش كتير، او علشان ما تعرفش، ما اعرفش برضو فكره، إن قلت ممكن يكون يعني عدد قليل، ممكن يكون ناس زعلانه علشان حاجه فهمها غلط، لان في حاجه بتحصل طول الفتره اللي فاتت يا كابتن اسلام. اتفضل. في ناس كتير جدا 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 بتجتزئ كلام طويل، بيسيبوا كل الجمله وبياخدوا كلمه واحده ويروحوا حاطينها على العنوان، او اسمه ايه عندكم، اسمه بوست باين، منزل بوست على الفيسبوك على البوست. وبعدين الاقي كميه تعليقات بقى 1000 2000، فانا مش عارف اعمل فيها ايه، وحسيت ان هي متكرره. بمعنى ايه؟ اي حاجه يعني مثلا انا هقول ايه مثلا؟ والله انا بشجع اي فريق يلعب مع فريق خارجي، انا بشجع. طيب خلينا نبدا بالنقطه دي مثلا. معلش. لا انا هخليك تسال، بس هقولها بشكل عام بقى، هقولها بشكل عام وبعد كده هخليك تسال. انا بشجع مثلا اي فريق مصري يلعب مع اي فريق خارجي، فبشجع بيراميدز لما لعب مع شباب بولوزداد، بشجع المصري، بشجع الزمالك لما يلعب مع الفرقه اللي هي جنراسيون فوت. طالما بيلعب في افريقيا، وطالما الاهلي مش طرف. فالمهم يعني الفكره بقى، الفيس يسيب كل الجمله دي ويقول ايه؟ وليد صلاح الدين بشجع الزمالك، ويقف ولا في افريقيا ولا في مثلا. فهنا تنزل التعليقات بقى. ما انا لو كتب
وليد صلاح الدين بيقول ان انا بشجع كل الفرق في افريقيا اللي بتمثل مصر، خلاص ما كل الناس كده، ما حدش هيكتب حاجه عادي. لكن لما وليد صلاح الدين يقول انا بشجع الزمالك، فتلاقي 1000 واحد بقى دخل و2000 يدخلوا يردوا عليهم. فهي الفكره، قلت كلام كتير، ومن اسئلتك هقول لك على حاجات كده كتير جدا، بقول حاجه كامله. انت واضح ان انت عارف الاسئله، يعني النهارده طول النهار الولاد قالوا لك يعني على اللي حصل، فانت عرفت كل الاسئله. ومن خلال مقابله يعني بعض جماهير النادي الاهلي، حد قال لي احنا زعلانين عشان اتكلمت على عبد الله السعيد كويس، مش عارف اه يعني غالبا الاسئله اللي انت اكيد الناس بعتها. بس هي الفكره في ايه؟ النقطه دي مهم جدا ان احنا نبتدي بيها. يا جماعه خدوا بالكم، في على الفيس او على تويتر او واتيفر، على اي انت بتتكلم في التلفزيون يا كابتن وليد، يعني انت أيوة اقصد أيوة ان انت أيوة يعني عندك احنا يعني يستحيل بقى تلاقي لي حاجه أتفضل. يستحيل تلاقي لي حاجه من وانا عندي 10 سنين لغايه وانا عندي 48 سنه جمله تسيء للنادي الاهلي، مستحيل. وتحدى قد تكون بعض الاراء مثلا، ممكن يكون وجهه نظر انا ممكن مثلا ما كنتش عرفت اوصلها بشكل كويس. أيوة. ممكن يكون عندي وجهه نظر وتبقى غلط، ما هو وارد، بس فكره ان انا اسيء للنادي الاهلي ده مستحيل. فخلينا نحط دي بقى كده يعني كبوست بقى، ان انا بقالي 38 سنه عمر ما حصل لي اي مشكله مع اي طرف باستثناء كابتن ابراهيم سعيد، بس اختلفنا في مباراه وحصل مشكلة.